وللحديث عن جولة حوار استراتيجي جديدة يعد لها قائد المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكنزي بزيارة قريبة لبغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلامي العراقي نمير الهنداوي. أستاذ نمير، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، زيارة مرتقبة لقائد المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكنزي، وذلك من أجل التحضير لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي. بداية، كيف وجدتم مخرجات الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصطفى الكاظمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. في الحقيقة المحادثات الأولى أو الجولة الأولى التي جرت لم تحرز أي نتائج، لا للكاظمي الذي يمثل الواجهة الأمريكية، ولا للأحزاب والكتل الفساد التي تدعمها إيران. فلذلك لو لاحظنا، أمريكا في الفترة الأخيرة شددت بشكل كبير على الميليشيات، بحيث تم إقصاء بعض القيادات الرسمية من ميليشيات الحشد بما تسمى الحشد الشعبي. وبحقيقة أمريكا تضغط بشكل كبير بهذا الاتجاه، لكن الكاظمي هو يمثل السياسة الأمريكية. ولا يتصرف يعني من غير الأوامر الأمريكية. فالكاظمي يعني كشخصية أو سياسية لا يمتلك القدرات ولا يمتلك العصا السحرية، فهو جزء من منظومة المحاصصة الطائفية ومن منظومة الفساد التي أتت بها أمريكا وإيران للعراق. ولكن المحاولات الأمريكية بالضغط على الميليشيات مما يدفع لها أنه تمتلك اليد العليا في المباحثات. وكما لاحظنا أن أمريكا لا احتلت في بلدان، احتلت كثير من بلدان العالم عبر التاريخ، ولن تخرج منها، بل قواعدها الأمريكية واستراتيجياتها تكون مثل ما يقول متمسكة بها في هذه المناطق. طيب، فالعراق نعم أستاذ نمير، هناك من يقول إن الكاظمي ربما حقق ما كانت تطمح إليه الولايات المتحدة فيما يخص الميليشيات، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا أتفق بس بشكل جزئي. يعني الميليشيات أو الأحزاب الحاكمة هي عصابات وميليشيات الأحزاب الحاكمة، حاولت مثل ما تغيير المسار الأمريكي أو دفع الكاظمي إلى إبعاده، وذلك من خلال محاولات استدعائه إلى البرلمان، من خلال الاغتيالات التي تقوم بها الميليشيات، من خلال ضغط إيران على الكاظمي بإطلاق سراح مجرمين من الميليشيات. ولكن بقت أمريكا محافظة على الكاظمي كوجه لها. في الحقيقة أستاذ نمير لو تطرقنا إلى ما صرحت به وكالة رويترز، تقول إن تحركات مصطفى الكاظمي يعني أظهرت محدودية سلطاته، هل تراه ضعفا أم موائمة وتكيفا مع الحاضنة التي أوصلته لرئاسة الوزراء؟ هو بالحقيقة الحاضنة التي أوصلته لرئاسة الوزراء، وإلا من كان يعرف الكاظمي قبل 6 أشهر أو 5 أشهر كان يعني يدعون أنه رئيس جهاز المخابرات، وبقى في الظل لسنوات طويلة. وهو الآن الكاظمي في أي حزب ينتمي، في أي جهة ينتمي، لأنه هناك صراع كبير ما بين الأحزاب السياسية الشيعية بالحقيقة، وليس المذهب الشيعي، هناك ورق. يعني نلاحظ أنه الحكيم استطاع يحاول استيعاب كتلة جديدة لتكون ضد كتلة المالكة. فهو الصراع بالحقيقة صراع الأحزاب والميليشيات أكثر مما هو صراع أمريكي. طيب أستاذ نمير، نعم أستاذ نمير، صحيفة ذا هيل الأمريكية تقول إن مصطفى الكاظمي أثبت عدم قدرته على معالجة القضايا وصفتها بالمهمة، مثل فرض سيادة البلاد، استئصال الفساد، إنهاء البطالة وتوفير الخدمات. هل فشل في ذلك فعلا أستاذ نمير؟ هو فعلا فشل في ذلك، لأن هو أنا مثل ما ذكرت قبل قليل، هو جاء من ضمن مجموعة الفساد والمحافظة، فلا يمكن له أن يستطيع تخطي
مثل ما يقول تخطي العقبات في إيجاد حلول جذرية، لأنه حكومته تشكلت على أساس طائفي، دعمه على أساس طائفي، ولاءاته يعني رضينا أم أبينا تكون مثل ما يقول ما بين إيران وأمريكا. فلذلك هو إنسان بالحقيقة جاءت به أمريكا، ولكن إنسان فاشل، يعني لا يملك حزب، لا يملك سيادة. وفي العراق بالحقيقة هي ماكو حكومة، لأنه ليس هناك مقومات سيادة ومقومات حكومة ودولة مركزية في العراق. فلذلك هذا الفشل طريقة حال الإجوي قبلا. من لندن الكاتب والإعلامي العراقي نمير الهنداوي، شكرا جزيلا لكم.